سعد الله مساكم وبكل خير مشاهدين متابعين شاشة الكويت الرياضية، سعداء جدا بالتقاء فيكم مجددا عبر هذه الشاشة من خلال برنامجكم برنامج الديوانية. الساعة ونص صفراء قدساوية سنقضيها معكم اليوم احتفالا ببطل الدوري في 17 لقبا مستحقا لقلعة بني قادس. اليوم ارتئينا أيضا الزملاء كفو ووفو أيضا في البرامج الرياضية، أخوانا والحبايب في برنامج بين الشوطين أيضا التقوا مع مجموعة من اللاعبين المميزين. أيضا الدور أن أيضا نستضيف نكرم نحاور من لهم يد أيضا وبصمة في هذا الإنجاز اللي حققه فريق نادي القادسية بتحقيق لقب الدوري في نسخته أو اللقب رقم 17 ليعتلي صدارة المتوجين بعدد الألقاب منصبا نفسه مثل ما قلنا زعيما لكرة القدم الكويتية فيما يخص لقب الدوري العام. اليوم في أول ظهور له في البرامج التلفزيونية مدرب فريق القادسية الرياضي الكابتن العزيز داليبور. أهلا وسهلا فيك كابتن داليبور، سعيد فيك وجودك معنا اليوم في أول إطالة تلفزيونية لك من خلال البرامج التلفزيونية، شكرا لقبولك الدعوة. شكرا لكم لدعوتكم. شكرا لك كابتن داليبور على قبول ايضا الدعوه. ايضا على يمين وان شاء الله كلهم على يمناي احد نجوم كره القدم الكويتيه ونادي القادسيه الكابتن الكبير مايد الحداد اللي اليوم راح يكون لي خير عون. حيا الله ابو خالد. الله يحييك يا ابو طلال، مسي عليك الساده المشاهدين. اليوم ما شاء الله الاستديو غير لان الالوان الصفراء شويه ما اعطي حلاوه للاستديو. ونرحب طبعا باخوي ابو يوسف والدكتور عبد الله والمدرب داليبور في هذا اللقاء، وان شاء الله يا رب تكون حلقه مميزه. وانت ما شاء الله عليك ما تحتاج عون، انت ذخر يا ابو خالد يعني رجل مذيع مخضرم. ذخر يا ابو خالد، بيض الله وجهك ما قصرت. ما ادري اذا هل هي ايضا اول اطلاله تلفزيونيه على مستوى البرامج يكون معانا، وان كان ذلك فهو يشرفنا ويسعدنا وجوده معانا. شخص له باع طويل في مجاله، مخلص في عمله، مثمر في ما يقدمه من عطاءات مع فريق القادسية ولاعبينه، أخوانه ما نبي نقول عياله، أخوانه الصغار، مر على أجيال، لكن اليوم جاء دور أن أيضا نسلط الضوء على هذا الجانب كنوع من التكريم إحنا نسميه المتواضع لشخص الكريم الدكتور العزيز عبد الله فريح. حيا الله دكتور، سعيد فيك بوجودك معانا ومبروكين يا كابتن. مشكور ألف شكر وشاكر لكم على الدعوة وشاكر لك على الكلام الطيب وما تقصر. طبعا أبو خالد ويوسف والمدرب كلكم مرحب فيكم، وان شاء الله يا رب نوفي المطلوب منا امين يا رب العالمين. وهذه برك الساعات اللي يحبني وايد وايد يحبني وانا احبه وايد الفريق القادسية العزيز الغالي عبد الله الحقان. حيا الله ابو يوسف، ساعه مباركه مره ثانيه نقول لك مبروك، تستاهلون يا كابتن. الله يبارك فيك، مساك الله بالخير وطلال، مسي عليك وعلى اخوي الكبير ابو خالد والمدرب داليبور صديقي واخوي الكبير ابو ابراهيم. وطبعا الاسبوع اللي طاف هذا صراحه الكويت كلها سعاده، كلها سعيده يعني. الكويت كلها؟ الكويت كلها. شوف تروح مسجد العالم تبارك لك وتثني على المجهود اللي اللاعبين يستحقون يستاهلون. تروح جمعيه، تروح سوق، حتى بالاشاره يوقفونك يباركون لك، نبي فنايل ونبي مدري شنو. فالكويت سعيدة الأسبوع اللي طاف يعني، إن شاء الله الأسبوع الجاي تكون أسعد يعني في حمل الدرع رقم 17. تستاهلون بجدارة واستحقاق. قبل لا نبدأ حوارنا في بعض الرسائل وبعض الأمور لازم نستوضحها في البداية، أجر وعافية ونسأل الله رب العظيم رب العرش العظيم أن يشفي ويشافي ويعافي أخونا العزيز أمين سر نادي القادسية العنبو محمد رضا معرفي اللي يمر في أزمة صحية، نتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل يا رب العالمين. كذلك الدعوة لنجم الكرة القدم الكويتية والنادي العربي والنادي الفحيحي الكابتن الكبير فايز الفليج اللي أيضا يمر بعارض صحي، نتمنى له السلام والشفاء العاجل. ونتحمد بالسلامة لعضو مجلس إدارة النادي العربي للعزيز والغالي حسين معرفي، نقول لهم إن شاء الله أجر وعافية وما تشوفون شر يا رب العالمين. ونسيت واحد بعد، قول لي ذكرني. أذكرك أستاذنا الكبير أمين السير السابق نادي كاظم حسين بسكندر الآن هو يتعالج خارج البلاد، ونتمنى له إن شاء الله أن يكون يا رب العالمين يتعافى ويتشافى ويرجع. آمين يا رب العالمين. بين أهله يكون وبين ديرته. آمين رب العالمين. جاي لك اليوم، أنت اليوم تكون خير عون لي يا أبو خالد، والله يذكرك بالشهادة ويشافي ويعافي جميع أمة لا إله الله وأمة المسلمين يا رب العالمين. علشان نكمل، شكر يعني من الأعماق ومن القلب على هذا الأهداء الغالي بالنسبة لي من الأخوان في نادي القادسية الرياضي، هذا الدرع المميز. تشرف وينه؟
تستاهل. التيشيرت راح كنا الربع. لا ما في التيشيرت مالي ترى وماشي وانا عشان هم اعطيهم اياه. حط لي اياه هذا. هذا هو شيء الدر اللي يشكر عليه اخونا. لا هذا خلونا بهذا هذا موقع هايدو. اخونا صلاح المطيري ايضا جزاك الله الخير يا صلاح وبيض الله وجهك ومشكور. هذا الاكونت المميز واللي ظهر امامكم على الشاشه. جزاك الله الخير يا صلاح على التكريم المميز لشخص الكريم وايضا لاخونا العزيز حمد دحاني معد البرنامج. مشكور يا صلاح وكثر الله خيرك وبيض الله وجهك على التكريم. واكونتك دائما مميز باخباره بتغطيته. مشكور لصلاح المطيري ولكل العاملين في اكونت هايدو. وايضا هايدو ما قصروا اعطونا هالاهداء ايضا هذا التيشيرت الغالي السلام اللي يرمز الى أور كمل جيل 82 من وصل إلى كأس العالم. مشكور لصلاح المطيري أيضا على الهداء الغالي والعزيز. شوف القادسية من يفوز يهل الخير والهدايا والعطايا بعد ما خلصنا الحين التيشيرت موجود موجود خلاص التيشيرت موجود. هذا أيضا الدر مشكورين وجزاكم الله الخير في نادي القادسية. درع 17 الزعيم الملكي. مشكور للشيخ فهد أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح. مشكور يا أبو أحمد مشكور يا شيخ على هذا الإهداء وبيض الله وجهك. كل من واحد وده يقولها في هذه المناسبة يمكن هذا الأمر ما يتحقق أو ما رح يصير يعني من الأمنيات الشخصية على المستوى الرياضي لكن هذه الأمنية ما رح تتحقق. كنت أتمنى أني أستضيف الشهيد فهد الأحمد هذا الرمز الرياضي رحمة الله عليه هذا الشهيد لكن إن شاء الله من خلف ما مات وهذا الاسم غالي على قلوبنا فهد الأحمد. فمشكور يا شيخ وعسى الله يطول في عمرك وما قصرت على هذا الإهداء. وأيضا إهداء أيضا آخر مميز من الإخوان في نادي القادسية في العلاقات العامة أخونا أحمد رمضان إزاه الله ألف خير. هذا التيشيرت الخاص بنادي القادسية رقم 17 والزعيم الملكي. يعطيكم العافية كباتن. ومشكورين الإخوان في العلاقات العامة بنادي القادسية وعلى رأسهم أخوي العزيز والغالي أحمد رمضان اللي أيضا تعنى وما قصر اليوم بعنوته ويايته وزين لنا الاستديو. عادل مسوي يا ريت مخرجنا تعطينا هذه. مشكور لأحمد رمضان على كثر ما قدم وكثر ما سوى في استديو برنامج الدوانية. كيكة مهدات من أسرة برنامج الدوانية للإخوان في نادي القادسية كافة جماهير لاعبين جهاز فني جهاز إداري جهاز طبي لاعبين لكل المحبين. هذه الكيكة للإخوان في نادي القادسية الرياضي بمناسبة تحقيقهم لقب الدوري. نروح نشوف تقريرنا اللي يلخص لنا تقرير تحقيق لقب 17 في الدوري لبني قادس ومن بعدها نبدأ الحوار مع الكابتن ديليبور والدكتور عبدالله فريح والكابتن أيضا عبدالله الحكام. بالطبع لن ينسى الجمهور القدساوي على مر السنين ما حققه فريق الكرة بالنادي من إنجاز متوجا باللقب التاريخي للدوري الممتاز للموسم الجاري قاطعا بذلك العديد من الأرقام التي حققها خلال البطولة خاصة على مستوى التحدي الذات الذي وضع فيه الفريق بالكامل سواء اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري وحتى الجماهير القدساوية إلا أن روح القميص الأصفر كانت هي الغالبة محققة النهاية السعيدة لموسم شاق الأصفر الذي تطلع محبوه إلى أداء استثنائي مع بداية الموسم خاصة مع اقتراب الفريق من حسم التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي إلا أن الإيقاف الخارجي لكرتنا المحلية جاء محبطا للجميع سواء جماهير أو مسؤولين وبالتالي اللاعبين أنفسهم الذين وضع عليهم التأثر سلبيا في لقاءات عدة خلال الموسم كان لها الأثر في خروج الفريق من الدور ربع النهائي لكأس سمو ولي العهد تبع ذلك وداع البطولة الأغلى وهي كأس حضرة صاحب السمو من نصف النهائي ولم يخلو الأمر من العديد من المشاكل التي واجهها الأصفر حينئذ وكان في مقدمتها غياب الممول المالي للفريق الذي أظهر المعدن الحقيقي لجماهير النادي الذين كان دورهم الأبرز ربما في تلك المرحلة خاصة في فترة الانتقالات الشتوية وذلك من خلال تدشين حملة راح ندفع لتوفير المورد المالي لسداد مستحقات المحترفين الذين لم يقصروا في أداء مهامهم بالتالي مع الأصفر في النصف الثاني من الموسم وكان الجميع على قدر التحدي
المشاكل الفنية لم تترك الأصفر خلال الموسم، وذلك من خلال تغيير مدرب الفريق السابق الوطني راشد بديح وإسناد المهمة لمساعده الكرواتي داليبور ستاركيفيتش الذي كان على الموعد مع لحظة تاريخية الأسبوع الماضي من خلال حسم لقب سيكون الأغلى والأبرز في مسيرته التدريبية، الذي لم يكن ليحلم بأن يبدأها بلقب البطولة الأطول محلياً. الدرع 17 الذي زين خزائن نادي القادسية ليس درعا عاديا يضاف إلى ما حققه الفريق من ألقاب، خاصة وأنه أيضا حمل في طياته العامل الأهم وهو فك الشراكة مع الغريم العرباوي على زعامة الفرق المحلية، حيث حسم لاعبو الأصفر اللقب بفوز عريض على المنافس الأقوى وهو الأبيض الكويتاوي في لقاء الجولة السابقة من عمر البطولة. الأصفر سيكون أمام لحظة فارقة الأسبوع المقبل في لقائه الأخير بالبطولة 54 للدوري الكويتي الممتاز، والتي ستجمعه أمام أبناء القصر الأحمر في لقاء تحصيل حاصل، إلا أنه لن يخلو من الزخم الإعلامي والحضور الجماهيري، لا سيما وأن تسلم الفريق لدرع البطولة سيكون من بوابة الجهراء. جديد نرحب فيكم، ان شاء الله الكل مكمل مكمل بعض العلاقات العامه والمركز الاعلامي، لكن للتصحيح من قام بهذا التسجيل هو المركز الاعلامي بقياده ايضا الشيخ فهد الاحمد وايضا اخونا احمد رمضان اللي ما قصر بتقديم كل هذا الدعم وهذا الجهد المميز لاخونا احمد رمضان، فهو من المركز الاعلامي في نادي القادسيه الرياضي، فابتدى الترويج انا قلت العلاقات العامه، وان شاء الله الكل مكمل البعض، فالشكر للاخوان في العلاقات العامه وايضا الشكر الاكبر والموصول لاخواننا في المركز الاعلامي بنادي القادسيه. مبروك كوتش. ثانك يو فيري ماتش. موسم صعب لفريق القادسيه، لكن بالاخير حصد ثمار هذا التعب وحقق اللقب الغالي رقم 17. منذ ان استلمت هذه المهمه، هل كنت تضع عين اعتبارك تحقيق اللقب أم كانت هناك أمور أخرى وقفت عارض أو عائق في هذا التحقيق اللقب؟ أكيد في هذه اللحظة عندما أخذت الفرصة لأخذ الفوز بالفريق، وأعتقد ما كان أمامي أن أشخاص كثير ساعدوني وبدأوا بالعمل يوما بيوم وكل يوم كانوا أفضل من الآخر، وأخيرا استطعنا أن نحقق نتائج جيدة ورائعة. يعني من ضمن الإحصائية اللي زودونها فينا الإخوان أيضا 19 مباراة قد فيها فريق القادسية، فزت من خلال نتكلم عن نطاق الدوري 19 مباراة، فزت في 17 مباراة، تعادلت في مباراة وخسرت في مباراة اللي أمام الكويت، واستطعت أيضا أن تعوض هذه الخسارة بفوز على الكويت والتتويج باللقب. هل كان يطمح، هل كان يتأمل، هل كان في بال داليبور أن يحقق ويدون اسمه مع هذه المجموعة بهذا اللقب الغالي؟ هل كان يطمح بهذا الإنجاز؟ هل كان يحلم في يوم من الأيام بتحقيق هذا الإنجاز مع فريق القادسية؟ I don't understand. Did you wish that to achieve this at tournament did you have in your opinion did you have the achievement for this league or not? Did you have in your heart inside that you're going to take the league with this team? At the moment when I take the team. At the time you take the yes. team. Yes. But no, I didn't take such a long time. لم يستغرق وقت كثير. I didn't think for such a long time when I take the لم team. لم أفكر في ذلك في تلك اللحظة بأنني سأحقق هذا الإنجاز. ولكذلك كنا نقوم بكل لعبة بلعبة، وبعد ما بدأنا بالفوز رأيت فرصة كبيرة أمامنا في هذه المرحلة أن ننهي ونحصل على النتيجة. أبرز الصعوبات بعد هذا الموسم الشاق والدوري الشاق، أبرز الصعوبات
اللي واجهت داليبور خلال فترة وجوده على رأس الجهاز الفني في فريق القادسية. أصعب الأمور واجهتها عندما بدأت بقيادة الفريق، كانوا كثير من اللاعبين كانوا يحتاجون إلى التدريب كثيرا ويومي، وكان عندنا أيضا مشاكل مع المحترفين جدا، وأيضا في النادي كان لدينا بعض المشاكل، كان البعض منهم لا يأتي ولم يتواجد، كانت تلك المشكلة الكبيرة في ذلك الموسم عندما قدت الفريق. أروح حق عبد الله قبل لا يجي دكتور، من الصعوبة يعني هذه خطوة أيضا أنك تبدل مدرب، والتحية والتقدير أيضا للكابتن راشد البديح أبو سالم أنك تبدل مدرب وأنت أيضا منافس وتطمح لتحقيق لقب في فترة صعبة، وتستطيع أيضا أنك تنجز مع هذا المدرب. ما كنت متخوف بيوسف مع عملية تبديل المدرب خلال هذه الفترة؟ لا، شوف، هو قرار مجلس الإدارة أن تنحية راشد، وكان الكلام على بونياك انه في اتصال مع بونياك وشو يقطعين شوط كبير يعني. فانت شايف وضع النادي المادي كان وقتها، فمن ضمن الاقتراحات ان يعني مساعد راشد الجهاز الاداري تكلم الشيخ فهد الاحمد اللي هو رئيس الجهاز انه المدرب موجود، وكان مع رادان صح في ليبيا وفي نادي النصر، ويعني عنده خبره شويه بسيطه، ما هي اللي يعني مو مدرب، هو مدرب يعني مستلم كذا فريق. فالشيخ فهد الاحمد عرض الفكره على مجلس الاداره ووافقوا انه يستلم المهمه. دكتور، ايضا بعيد عن الجانب العلاج والإصابات، بعيد عنكم أكيد مبروك هذا الإنجاز، هو عمل تضافر جهود جهاز طبي، جهاز فني، جهاز إداري ولاعبين وجمهور وفي ورائع. ما يتلك لحظة قلت والله دكتور أنا والله الفترة هذه أحاتي أن ممكن القادسية ما ينافس هذا الموسم على لقب الدوري؟ أحد الأخوان يقول لي أنا قد ساوي طماع، القادسية ما وصل نهائي كأس الأمير، ما وصل نهائي كأس ولي العهد، أنا بالنسبة لي أطمح أني أوصل لكل نهائيات البطولات. أنت دكتور ما هيك هذا الشعور أن القادسية ممكن يروح من الشيء هذا الموسم؟ والله شوف، أنا إحنا في البداية الأمر يعني كان الفريق دش في مشاكل طبعا الكل يعرف عنها، وهذا مع هذا الحقيقة لابد يعني الواحد يكون حقاني. الفريق كلاعبين كوحدة الحقيقة شيء ما حد صوره ولا حد عاشه الا يمكن الناس المقربين مع الفريق. مرت علينا كلنا اللحظات هذه ان احنا توقعت يعني من صارت الازمات وهذه، قلت ان الفريق القادسيه لو حتى وصل ثاني او ثالث ان شاء الله يكون زين، لان كانت الازمه وايد قويه علينا على الفريق. لكن صراحه اللاعبين وجهاز اداري جبار الصراحه في انه يضم ويحتوي هذا اللاعبين، يحتوي هذا الكيان نفسه ويعبر فيه بوجود داليبور. الحقيقة يعني المدرب وضع بصمات كبيرة جدا يعني في البداية، يعني مع أن عانى من غيابات كثيرة صح، غير اللاعبين وغير المحترفين، واللي بعض اللاعبين كان بالهم خلق واللي زعلان، تعرف أنت أمور الرياضية هذه. فيعني الوقت هذا وحتى هم نفسهم يعني حتى اللاعبين يعني هم إحباط في البدايات، لكن بتضافر الجهود ودعم الجمهور ووقفته معاكم. جمهورنا هذا بروحه يعني لا يقول عنه اللاعب 13 غلطان، هو اللاعب الاساسي كان ويانا. انا اقول لك صراحه هو اللاعب الاساسي، هو اللاعب الاساسي. في ظل الصعوبات اوجه السؤال الى داليبور، وهو ايضا منقول من احد الاخوان في السوشيال ميديا، اخونا احمد العبيد يسال هل استطاع داليبور او كيف استطاع داليبور انه يختار من بين 22 نجم في فريق القادسية؟ أنت تملك أكثر من 22 نجم في الفريق، ألم تجد صعوبة بعملية توظيف 22 نجم في حوزتك؟ طبعا كانت مشكلة كبيرة، لأنه عندي 22 لاعب جيد، ولكن أعتقد كان عملي جيد كل مرة حاولت. أرى كل لاعب أفضل لاعب منه هو الذي أختاره، وخصوصا بتقنياته وفنه، وخصوصا عندما يبقى مع منافسيه، ولكن كانت النتيجة بشكل جيدة.
وعندها حددت من الذي سيبدأ. عادة عندما تبدأ وهذا شيء أينما كان تجده بنفس العالم. بعض اللاعبون لم يكونوا سعداء، ولكن أي لاعب عندما يأتينا ويلعب معنا سنوظفه بشكل جيد في فريقنا. صلح لي المعلومة داليبور، أنت عملت مساعد لرادان أو أكثر من مدرب كمساعد للمدرب، هذه لأول مرة أنت تمسك قيادة الفريق أنت كمدرب البيج كوتش في 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 فريق القادسية وحققت معهم اللقب، هل هذا صحيح أو هل المعلومة دقيقة؟ لا، عندي خبرة 3 سنوات كنت مدربا فيها، ولكن أول مرة أنا مدرب خارج بلدي. عملت 3 سنوات مدرب في بلدي في كرواتيا، ولكن هذه لي أول مرة أني مدرب خارج البلد. الآن بعد تحقيق اللقب أعرف تماما أن في بعض من الجماهير وهم كثر، سمعت أيضا أن هناك الكثير إذا مو أغلب اللاعبين أيضا يودون باستمرار داليبور مع فريق القادسية، هل داليبور يبادلهم نفس الشعور؟ هل داليبور يود الاستمرار في فريق القادسية؟ بالطبع. أولاً أريد أن أشكركم وأشكر كل المشاهدين الذين يشجعوننا وكل من الذين يعملون معي والطاقم الذي يعمل معي والذين هم خلفي مثل حدان وكنيان وشاكر والدكتور، كل هؤلاء الذين أعمل معهم وخصوصاً اللاعبون أيضاً أنفسهم. وبالنسبة لي هذه كانت دعم كبير جداً، وخصوصاً من الشيخ فهد والشيخ خالد الذي كان دائما يأتي ويشجع ويكون بنفسية جميلة جدا، عطانا طاقة كبيرة ودعم لدى الفريق. هذا الاحتواء، هذا الدعم من الرئاسة وأيضا من المحيطين في الجهاز الفني والطبي أو الإداري والطبي واللاعبين والجمهور، ألا يشعرك هذا الشيء أيضا يحملك مسؤولية؟ البعض يرى أن داليبور لديه بعض المطالب حتى يجدد أو يستمر مع القادسية، هل بالفعل لديك مطالب معينة للاستمرار مع القادسية؟ طبعا هناك إمكانيات كثيرة أيضا عندما تكون مدربا وقائد لفريق كبير وتهدف إلى أن تحقق النصوص كثير ولا تريد أن تخسر نهائيا، يشكل هذا ضغط كبير جدا، وليس علي فقط ولكن على كل اللاعبين وعلى حتى المشاهدين وكل من يراقبنا. حتما هناك إمكانية، ولكن أأمل دائما أن نحقق الفوز، وأأمل أنني جعلت الكثيرين سعداء بهذه النتيجة من مع بداية العام. عشان أترك المجال أيضا لك مويد، أكيد عندك العديد من الأسئلة أبو خالد، لكن سؤال لأبو يوسف. يوسف في الحلقة الماضية قلت لي أن إحنا كجهاز إداري رفعنا توصية لمجلس الإدارة تطالبون باستمرار داليبور في تدريب فريق القادسية للموسم المقبل، جاء الرد أم لحد اللحظة هذه لم يأتيكم الرد؟ قال لك باكر الاجتماع ويا مجلس الإدارة. هذا اللي قاله تحت الهواء. الشيخ خالد، يا الشيخ فهد راح يجتمعون وياه. طبعًا هو أكيد عنده شروط، من من يعني من ضمن شروطه إنه يجيب مساعد له. هو عشان وضح، ترى العمل خلال الفترة اللي عمل فيها مع القادسية كان من غير مساعد. غير مساعد. مساعد مع مدرب الحراس. بعدين فترة الشتوية اللي طلبنا مدرب لياقة من الاتحاد. صحيح. كتاب رسمي وعطونا اياه، ومثل ما قلت لك انا هو اللي يعني حط خارطه الطريق الليفل مال الفريق للعبه السالميه، انه راح نوصل لعبه السالميه بمعدل لياقي كذا، والحمد لله. يعني مثل ما قلت لك احنا من بدايه القسم الثاني الهدف مالنا ان نحقق او نفوز في كل المباريات في القسم الثاني بدون خساره، ولحد الان احنا ماشيين، يعني بادي نلعب لعبة الجهرة الأخيرة الختامية إن شاء الله نكمل إنه بدون خسارة. بيك دكتور، لكن أيضا الحقان أعطاني بس معلومة، داليبور غدا ستجلس مع مجلس الإدارة لوضع الأسس الاستمرار مع فريق القادسية. الحقان قال إن من ضمن مطالبك وجود مساعد المدرب، هل هناك مطالب أخرى؟ جلب محترف، طريقة معينة، فكر معين، لو شيء بسيط تعطينا وتعطي السادة المشاهدين عن أبرز الأشياء اللي يتمناها داليبور حتى الاستمرار مع القادسية.
Yes, tomorrow I hope. نعم غدا أمل بأنني سنجتمع مع اللجنة وسنتكلم في كل المواضيع. وبالتأكيد بالنسبة لي حسب الاتفاقية الرياضية واستمرارية في هذا العمل. ما بسمع إنه شيء جيد. وبالنسبة إلى الفريق الذي معي عملا فكان عملهم رائع جدا وممتاز. لذلك ربما علينا سنتكلم عن كل الأمور غدا عن كل الأمور التي تهم الفريق غدا. لو تعطينا شيء لنا إحنا في برنامج الديوانية، هل في بالك محترف؟ وإذا كان في بالك جلب محترف في أي مركز يتمنى داليبور؟ I don't know what will be situation, but لا أدري ما سيكون الوضع بالنسبة إلى المحترفين الذين في النادي. أولاً سنرى ماذا سيذي يحدث، ومن بعدها سنرى ما هو الشيء الأساسي والمهم للفريق، وسنعمل بهذا النهج. الدكتور، معدل الإصابات الله يبعد شر الإصابات عن جميع اللاعبين، لكن احنا قاعد نتكلم عن فريق القادسية، هل كانت مقلقة؟ هل كانت عائق؟ هل كانت مزعجة بالنسبة لكم هذا الموسم تحديدا؟ تبارك الرحمن القادسية حتى وإن ابتعد لأي سبب إن كان أي لاعب، هناك البديل الجاهز اللي يضاهي قوة هذا اللاعب. لكن أسألك أنت كدكتور، عانيت من إصابات لا قدر الله؟ عانيت صراحة، يعني خاصة يعني في لاعبين مميزين، يعني أنت 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 المدرب يحاكيك عليهم ويبي ضروري يرجع يحاول بسرعة. يعني مثلا إصابة بدر كان مؤثرة جدا، وجود بدر مهم، وإصابته كانت أيضا مؤثرة. نواف الخالدي أيضا كذلك، نواف الخالدي في عدة اللعبات عنده صبعة، يعني صبعة صار قطف في الرباط الجانبي هذا وهذا الصغر، فاضطرينا أن نعطيه أبر مخدرة وعلاجات وحبوب، لأنه هو مصر إنه يلعب، والمدرب ومدرب حراس المرمى مصرين إنه يلعب وياه. فالحقيقة أيضا اللاعب يعني ما قصر، تحمل معانا ودش. وكذلك أم بدر نفس الشيء، ترى بدر اللي أول لعبة لعبها بعد الإصابة كنا إحنا محذرين ما يدش، بس هو دش كسبورت حق الفريق. فالمعاناة موجودة، يعني سواء بس المقلقة ما عندنا مقلقة، يعني اللي هي تخرعنا، اللي يمكن مثل ما قلت لك هذين الإصابتين الثنتين المهمين كانوا بالنسبة لنا. باقي الإصابات متنوعة عادي، يعني الإصابات العادية هذا بكل مكان، يعني في كل فريق لازم يعاني من إصابات، ماكو فريق يعيش دوري كامل بدون إصابات. صحيح، هذا شيء عادي بالنسبة للأندية. راح أترك لك المجال وأنا آسف، بس أنت قطيت لي قطة بس أنا ما أبي أفوتها. أنت قلت فابيانو تبون القادسية، داليبور يبي فابيانو، يقول يبي نفس النوعية هذا. لا يبي فابيانو ولا نفس نوعية فابيانو؟ هذا هو بشو؟ لا في فرق، أنا أبي يبي فابيانو. يبي فابيانو. يبي فابيانو. نبي نفس أبي اللي بالبوك مالك أكو لا شيء. لا خلي اللي بالبوك. أبي تطلعه. خلي اللي بالبوك. يا جماعة طلع تساوي عضو جمعية عمومية عنده هوية بالبوك. طلع. بالبوك ورانا إياها قبل الهوى. أنت عندك بالنادي كشف، طلع اسمي بالكشف. طلع اسمي بالكشف. سعيت وراء هذا الأمر. لا فابيانو يمتلك عقد مع نادي كاظمة، هو يقولك يعني نفس النوعية هذه، رأس حربة نفس النوعية هذه. دف ما راح أسألك، ما راح أسألك، بس خليك مخالد لك. شوف هو أنا عجبني يعني اختيار المدرب لفابيانو، إذا كان هذا فابيانو، فابيانو هو أحد أهداف الدوري الكويتي وفي هذا الموسم برز بشكل جدا مميز، وهذا اختيار موفق. هذا المركز اللي يبحث عنه فريق القادسية خصوصا هو يحتاج إلى لاعب مثل فابيانو عشان يعطي الحرية لبدر المطوع، ما يكون العبء دائما على بدر المطوع، وهذا راح يعطيه الأفضلية. أما بالنسبة لي طبعا بطولة الفوز بطولة الدوري في نادي القادسية، أنا أعتقد أن كل عمل أو كل إنجاز يكون وراء ناس مجهولين، وأنا أعتقد من الناس المجهولين الدكتور عبد الله، وأنا اشتغلت مع الدكتور عبد الله لما كنت لاعب وأعرف إخلاصه في العمل. وإداري رجل نعم. فيها كان إداري بعد. نعم، فأنا أعتقد في الجهاز الإداري، وحنا يمكن أشهدنا في أحد البرامج في الحلقة السابقة في الجهاز الإداري والناس الإعلاميين اللي كانوا متواجدين مع الفريق واللاعبين. في نقطة مهمة ذكرتها أبو طلال، يمكن سؤالك لأخوي عبد الله بالنسبة للاعبين إن هم حبوا المدرب، وهذا شيء مهم، جانب مهم في كرة القدم، إنك أنت عندك 22 لاعب أو 24 لاعب يحبون المدرب. هني راح يختلف الأداء، مثل ما حنا يمكن مرينا في تجربة في الموسم الماضي،
وأنا أعتقد اللاعبين هذا الموسم حسوا بالمسؤولية وصار في هناك عتاب من قبل الجماهير الفريق القادسية للاعبين القادسية بتعهدهم عن بطولة الدوري. صحيح حققوا بطولة كأس الأمير اللي هي الأغلى والأفضل في الكويت، لكن هي المقياس للفريق دائما تقيس الفريق من خلال بطولة الدوري لأنه مشوار طويل يقدم فيها. الشيء اللي قدمه نادي القادسية ولاعبين القادسية في الجهاز الإداري والطبي والفني هذا الموسم بدأ من القسم الثاني. اللي أنا كنت متابع لفريق القادسية وقلت لك فريق القادسية لو حصل لو تمسك بالصدارة ما راح يفرط فيها، فهذا نعم فهذا إنجاز. 11 مباراة في 33 نقطة هذه بحد ذاتها إنجاز ما حصلت، لأن أنت تقلبت على فريق السالمية المنافس، لأن هذا الموسم كانت المنافسة شرسة ما بين الكويت والسالمية والقادسية، وبالتالي فريق القادسية تقلب على السالمية المنافس وتقلب على فريق العربي اللي دائما احنا يمكن شفنا المباراة في القسم الأول كانت 2-2 وكانت مباراة جدا ممتازة، وفاز على فريق نادي الكويت وفريق فريق كاظمة، هذول الفرق القوايا اللي دائما يعرقلون القادسية. إذا هناك في عمل لنادي القادسية هذا الموسم. بس برد على الأخوي اللي السؤال اللي وجهه لك بالنسبة ليش ما تسألون المدرب ليش هو بعيد عن نهائي كأس الأمير وكأس ولي العهد. أنا لي وجهة نظر كمتابع وشوف أنا أعتقد. بس شو بقول لك، هو ما لام المدرب يقول. لا 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 ما لوم المدرب. قد ساوي طماع أتمنى شو. صحيح وأنا مثلك كلاعب لنادي القادسية وكمتابع ومحلل فني أنا قاعد أقول لك هو هذا ما يتحمل نادي القادسية. اللي تحمل الاتحاد الكويتي بتغيير المسابقه، وانا بعطيك اياها فنتها لك في امور فنيه مو بس نادي القادسيه جميع الانديه. ليش يا ابو طلال؟ تغيير المسابقه هذا الموسم تعودنا او جرت العاده دائما مباراه الكوست تكون هي ختام الموسم. صحيح. فانا اعتقد التركيز راح يكون لو انت خسرت بطوله الدوري راح يكون تركيزك على مباراه الكؤوس يكون تركيزك، وهذا يمكن ما حصل في الموسم الماضي نادي القادسيه لما هو كان بعيد عن الدوري فركز تركيز جدا ممتاز في كأس الأمير وحصل على بطولات كأس الأمير. هذا الموسم أكثر الفرق خصوصا الفرق الثلاثة اللي كانت تنافس على صدارة الدوري سالمية الكويت والقادسية دخول مسابقة كأس سمو ولي العهد وكأس سمو الأمير أثناء إقامة بطولة الدوري هذا أعتقد شتتت حتى ذهن الإداريين والمدربين، فعشان كذي القادسية كان بعيد هذا الموسم لأنه هو بعد ما تمسك بالصدارة وحافظ على الأداء أو المستوى اللي قاعد يقدمه في بطولة الدوري ما عنده استعداد انه يفرط بالصداره، فهذا يمكن اللي خلاه يفقد تركيزه في بطوله الكاس. هذه وجهه نظري انا. بس خلينا نوه على جزئيه لان البعض ايضا يتساءل عن التكريم اللي وعد فيه الشيخ احمد اليوسف الصباح فيما يخص محمد بن نيان بدر المطوع وفراس الخطيب. محمد نيان كان افضل اداري، فراس الخطيب هداف المحترفين، وبدر المطوع هداف اللاعبين المحليين. الشيخ احمد اليوسف ايضا بكرمه ايضا اضاف افضل حارس مرمى لم يفصح عنه حتى هذه اللحظه. التكريم سيكون ان شاء الله في ديوان العامر باذن الله تعالى الاسبوع القادم، وسيدعو من خلاله جميع وسائل الاعلام لتغطيه هذا الحدث. فبيض الله وجهك. انا عندي افضل مدير بعد حاطينك هذا عارف في متاكد. كوتش داليبور قبل ايضا اوجه لك اسئله الاشقاء والزملاء والاحباء في السوشيال ميديا، جزئيه فابيانو ايضا انا ما ابي افوتها. انت معجب بفابيانو وتتمنى انه يكون موجود في صفوف القادسية او لاعب بهذه المواصفات كفابيانو؟ انت تتمنى فابيانو في فريق القادسية؟ No, we speak which style of the player. حتما حسب اسلوب هذا اللاعب له اسلوبه المميز. لديه اسلوب جيد فعلا. جميل. انا معك يعني اشكر اللي قاعد يقوم معنا في الترجمه الاستاذ العزيز مروان. مروان انا راح اقرا بعض التغريدات. سؤال احد الاخوان يوسف يقول اسال مدرب القادسيه اي نادي يحسب الحساب، الكويت، العربي او كاظمه؟ I'm not afraid from anybody. لست خائفا من أي فريق أبدا. Not afraid. I believe in my team. أنني أؤمن بفريقي تماما. جميل. أحد الأخوان رائد يقول يستاهل أو يستحق داليبور التجديد لمصلحة الفريق واستقراره، خطوة ممتازة، لكن أتمنى مطالب المدرب خصوصا في خط الهجوم محتاجين إلى رأس حربة. أحد الأخوان أبو جاسم يقول بطلال اسأل داليبور ما هو سر غياب عبد العزيز المشعان عن المباريات الأخيرة خصوصا أنه كان يعتمد عليه في البداية؟
About Mashan. Yeah. Abdulaziz. Abdulaziz Mashan is good player, but. Mashan لاعب جيد. In some matches, I not use him because we have. ولكن غيابه. So many good players in this position. برغم إنه كان لاعب جيد له أسبابه الخاصة. But about him, I have good opinion. ولذلك ليس لدي فكرة عن غيابه. ليس لديه فكرة عن غيابه. That is my choice in this team. نعم هذا كان هذا قراري. I chose another player who اخترت لاعبا آخر. لا قال هذا خياري ولذلك اخترت لاعبا آخر. شنو سر عندك شيء أنت؟ لا 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 عندي سؤال مهم بالنسبة للفريق. تفضل. أنا والله أخوي مروان ترجم له. أنا بسأل دائما المدرب يستقل اللاعب سلطان العنزي ولا أعرف كل سلطان العنزي هو قلب في وسط الملعب أو ساعات يستغل كقلب دفاع صحيح؟ في بعض المباريات أشركه كظهير أيسر وبالتالي أنا أعتقد أن هذا سؤال والسؤال الثاني كان بإمكان استغل سلطان في مركز آخر السؤال الثاني بالنسبة لسيدوفا سيدوفا معروف عنه كلاعب وسط صانع لعب يحتاج أن يكون هو قريب من 18 من أمام اللاعبين إحنا نشوفه في أغلب المباريات يكون هو لاعب وسط مدافع شنو السبب أو شنو هالسر خصوصا اللاعب يمتلك إمكانيات التسديد لأنه قوي في وسط الملعب وتسديداته قوية دكتور محسن العنزي أوجه لك تحية من مصر جزاه الله خير وترجع لنا بالسلامة يا دكتور دكتور محسن يقول طريقة الكؤوس هذه متبعة صار لها أربع مواسم بنفس الطريقة شنو يصير نفس الطريقة حتى الموسم اللي طاف كنا كان نهاية لا 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 سلام لا سلام خلاص الدوري ونهاية نهاية الموسم كأس الأمير صلى حق الأخ محسن العنزي أعتقد هذه يمكن هو ما أخطأ فيها نرجع للسؤال سأل عن سلطان العنزي وسأل أيضا عن سيدوبا سلطان العنزي سلطان all the time play changing position yes because I play with one central نعم لأنه and I chose Fehed from this position اخترته ما بسمع about that Sidoba 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 have too much problem this season he's great player sure with his quality هو رجل عظيم جيد but first of all he not go with us in the camp after that he go to وبعد ذلك أيضا ذهب صحيح every time come back you know his national team not same training with the club He have two, three small injuries. أصيبة بعد إصابات أسف لا أسمع كلام. With some problem with the money, not training sometime about this. Not physical in this level, like another player. But sure, he is big talent, and this guy can make big situation in his football life. But he must be physically 100%. جميل بسألك عبال ما عادل جهز لي أيضا الأغنية الأهداء الخاصة أيضا للكابتن بلوال قبل جهز أنا أمون عليك الأخ محسن العنزي أنا أعتقد أنه يمكن ما توفق في سؤاله وأنا أقول لك ليش شوف نتائج الفرق الحين لا لا هو لا لا, لا أنا أقول لك تغيير أنا واضح أقول لك تغيير المسابقة ايه؟ اللاعبين ما قام يحضرون التمرين شوف نتائج اليوم شوف نتائج اليوم ما يعني ماكو حضور ليش أنا أقول في الموسم الماضي نهائي كأس الأمير ما كان بين سالمية وبين القادسية كان نهاية الموسم كان آخر مسابقة المشعان يقول لك كل يوم متواجد بالتمرين يمكن وصل الكلام له غلط أو ما فهم عليكم يقول لك في لاعب أفضل منه أنا اخترت لاعب اللي أفضل اللي أفضل اللي يعطيه يعني. أنا سمعت أخونا مروان يقول كأنه يقول مش متواجد لا المشعان لا 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 لا. يقول لك أنا أختار التكتيك اللي يناسب إيه؟ اللعبة يكون عزيز مو موجود اللاعب مثل محمد الفهد مثل سيدوبا مكان عزيز احنا دائما نقول يعني حتى في احد الاخوان اعتقد احمد العبيدي يوم سال بالفعل هو جاوب ايضا داليبور هناك صعوبه ان لما يكون عندك 22 نجم من الصعب انك تشرك ال 22 نجم ما يختاره هو مناسب للفريق اكيد انا ما اعتقد في مدرب بيلعب مباراه ما يبي يفوز فهو يوظف نجومه ولاعبينه على اساس هذا التشكيل او هذه الخطه بنشوف في شغله بس قولي هو دايم بالشرح قبل لا يعني يبدي يشرح يقول لهم الملعب يشيل 11 لاعب وانا عندي نجوم صح انا يعني اطالع يعني التكتيك اللي ببالي اختار من النجوم هذه العب ال11 عبد الله المدرب الشيء اللي عجبني في المدرب دليبور انه قاعد يشرح نظري وعملي وهذا أيه في جانب مهم في كره القدم وهذا اللي طبقه في القدم لا يعني ان اللاعب يقعد في دكه احتياط انه لاعب سيء بالعكس طريقه المدرب هو عنده طريقه من اللي اديها يمكن ابو يوسف يديها افضل مني داخل الملعب انا اليوم قاعد العب مع نادي مثل نادي الكويت او نادي العربي او نادي سله الانديه الكبيره تحتاج الى مجهود واعتقد ما ميز نادي القادسيه هذا الموسم اللياقه البدنيه المرتفعه جميل بنروح نشوف الاغنيه الخاصه والاهداء لمستر دليبور من برنامج الديوانية Special Sing
من جديد نرحب فيكم. رأيك في الأغنية الأهداء؟ شكرا للأغنية. العفو، يعني مشكور أيضا مخرجنا منصور على منتجة هذه الأغنية. كنا نحات أنها تكون كلماتها منصور المنصور عرباوي عاد منصور عشراويك شلون الحيادية أنا كنت حاط الكلمات ما تكون ماشي، لكن أعطاني معلومة أن هذه أيضا الأغنية الخاصة بالمنتخب الكرواتي الأول. فيصل أبو عباس يقول أحد أسباب الفوز بالدوري مدرب اللياقة، القسم الثاني لياقة اللاعبين في تصاعد. حسين يقول أن عنده أكثر من لاعب في نفس المركز، هذا اللي قاله. مشكور يا أبو علي على التوضيح. أسأل الحقان، سيدوبا راح يجدد ولا لا؟ أبو فيصل بعيجان، ممكن تسأل المدرب هل أحمد الظفيري يستحق أن يمثل المنتخب، وخاصة أنه متفاهم مع الأنصاري وبدر؟ أول شيء سيدوبا مستمر مع الفريق، لأن ترى أبو يوسف أكثر من كلام في مواقع التواصل أيضا يقول لك أنا عنده عقد من أو عنده عرض من صربيا. يعني الشيء الثاني هذا راجع حق مجلس الإدارة على حسب المادة، يعني توفرت المادة. أنت قلت في حلقة ماضية إنه هو عنده عرض من نادي صربي إذا ماني غلطان، حتى أنا يمكن مدرب الفريق يعرف المدرب أكثر من عرض عنده. أنا قاعد وياه أكثر من عرض قال. سيدوبا عنده أكثر من عرض، بس هو ما أخذ قرار، يعني ما وقع مع أحد ولا أتفاهم أحد، لكن هو قال بالحرف الواحد، قال أنا عندي أكثر من عرض وأنتظر عرض القادسية وقرر الأصلح لي. وبالأخير هو لاعب محترف يبحث عن الأفضل إن كان ماديا أو حط بعض الأشياء اللي يحتاج يسويها. أبو طلال بالنسبة للمساعد اللياقة البدنية، أنا قاعد الهواء كنت أتكلم مع أبو يوسف، شيء مبدع أنك أنت تنهي الموسم بدون إصابات، هذا يعطي الأفضلية حتى للدكتور يرتاح، لأن التمرين صح، الإعداد صح، وهذا يمكن ما شاهدنا. أنا أعتقد هذا المدرب المساعد المدرب يعني على مستوى عالي جدا، وأهم شيء في التدريب المعد، إذا كان المعد عندك يعد الفريق بشكل جيد، هني يكون أريحي للمدرب إنه يفكر هو بتفكير يحط خططه ويبني خططه علشان إنه يفوز في بطولة. جميل. فاروق جهازك مغلق، لأن اليوم كنا نتمنى أيضا يكون ويانا المنسق الإعلامي فريق القادسية فاروق العوض، لكن لسفرته إلى دبي نتمنى له إن شاء الله رجع بالسلامة.
جهازك مغلق فاروق الكباتن اللي يحاولون يتصلون فيك. شاكر الشطة أيضا لظروف خاصة له، ولكن أيضا أنه يكون معنا شاكر من النجوم المميزين في فريق القادسية في الجوانب الإدارية. مستر داليبور، عرفت أنه أيضا من ضمن شروطك اللي أنت تبي تحطها مع مجلس الإدارة أنك تريد مساعد للمدرب في الموسم المقبل، هل تفضل مساعد وطني أم من جنسية داليبور؟ Yes, I will try to. نعم سأحاول أن أجلب شخصا من بلدي نفسها. هل هناك في اسم معين في بالك؟ I have two, three names. نعم يوجد هناك ثلاثة أسماء، هي أول مرة سأتكلم في النادي معهم حول هذا الموضوع. جميل، إذا المساعد الذي يتمناه سيكون من موطنه، وهناك تقريبا ثلاث أسماء في باله سيطرحهم على الجهاز أو مجلس الإدارة. دكتور يعني عين عليه باردة، وعسى الله يعافيه ويشافيه، النجم أحمد الزنكي. أحمد من النجوم ليس فقط الصاعدة والموهوبة في فريق القادسية، بل على مستوى كرة القدم الكويتية، عسى الله يعافيه ويشافي هذا النجم المميز. مؤلمة كانت إصابته كابتن أحمد. رباط صليبي هو هذه إحنا نسميها الثلاثية الحزينة، هذه الإصابة بالذات. الإصابة تأخذ الغضروف، جزء من الغضروف، وتأخذ الرباط الجانبي، وتأخذ الرباط الصليبي. هذه تسمى الثلاثية الحزينة، يعني هي تعيش ثلاث إصابات في الركبة. بس الحقيقة في شغلة مهمة يعني جدا، اللاعب أحمد يعني عنه صغير وهذا، بس يعني عضلاته جدا ضعيفة جدا، يعني محتاج إلى برنامج خاص حق تقوية العضلات. إيه مو بس حق تقوية، حق زيادة حجم العضل عشان تشيل التحمل. هو سريع وقوي لكنه ضعيف كبنية، هو بنيانه ضعيف. واللاعب مثل هذا محتاج الى 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 قوه بدنيه شويه زياده عن اللزوم. عبد الوهاب يحييكم جميعا، يقول اسال الدكتور فريح ايضا الزنكي وين وصل في العلاج. ممتاز، هو الزنكي الحين خلص تقريبا الاشياء الاساسيه، الحين بعد 4 شهور الان راح يبتدي يركض، بعدين راح يبتدي يدش التمارين الخاصه بلعبه كره القدم، بعدين راح عقب ما يتجاوز كل هذيل ونسوي له الفحص النهائي، ذيك الساعه يقدر يدخل مع الفريق. انما الان في مرحلة الإعداد هو الركض والتمارين الخاصة بالفرد بروحه. سبحان الله، اللاعب المهاري يعني الأغلبية اللي يحوش الرباط ترى أبوه قبله جابر. صحيح، جابر ترى ثنتين. أبو علي عزيز وغالي جابر. أيوة والله جابر ثنتين، جابر ترى من اللاعبين الموهوبين، يمكن مؤيد عاصرة. صحيح. دكتور أنت ذكرت نقطة مهمة بالنسبة للإعداد أو عضلة اللاعب، هو يحتاج إلى تقوية. أنا أعتقد نوعية التمرين حتى اللي قاعد الآن نشوفها في جميع الأندية ما في تقوية مثل ما كان في السابق، تمرين حديد، تمرن على البحر على الرمل الناعم، هذا كله ترى يعني في السابق يا أبو طلال يعني نادر ما نشوف واحد يحوشه رباط صليبي أو يقعد لموسم موسمي، خصوصا إذا كان مهاري. أنا أعتقد هي يحتاجون إلى تغيير المنهج الكامل للتدريب اللاعبين، خصوصا في فترة الإعداد. التقوية شيء مهم، والعضلة لازم تكون قوية عشان أنت تتجنب الإصابة. إحنا قاعدين نشوف حتى في أوروبا اللعب القوي أو الدخول الخشن على اللاعب، لكن تكون عضلته قوية. إحنا عندنا التمرين يعني أنا اللي أشوفه يعني ما هو صحي للاعب الأمانة، إذا أنت لا تمتلك القوة، قوة التحمل في العضلة، التمرين بشكل صحيح، خصوصا إذا كان على مو بس إن اللاعب يتمرن بالثيل على بالملعب الثيل وبالتالي يروح البيت، لا، تحتاج إلى تقوية خارج الملعب اللي هي تحت المدرج، اللي هي الأدوات الحديدية، تحتاج إلى ركض على على شاطئ البحر عشان تقوي العضلة. هذا أنا هذا اللي أعرفه. إحنا ما عندنا كنترول على اللاعب، يعني خلينا نكون واقعيين، في الكويت ما عندنا كنترول على اللاعب. لا أنت شوف أغلب اللاعبين دكتور، شوف عضلته أو شوف بنية جسمه، حتى لو تشوف عضلته، حتى لو تحط له برنامج تظل أنت لا يمكن تملك الكنترول. لأنه هاوي أبو خالد، يعتبر أنه هاوي، يعني لو هو محترف احتراف كلي الصبح هيك ممكن تودي. هذه كانت موجودة بالسابق، الدكتور معانا وأنت أبو يوسف ويانا، يعني أقول لك هذا في الأول. الحين بكلية يطلع من الكلية الساعة 2:30، أنا أقول أرد وأرجع الشغل كله يوقف على الأسيست، مساعد المدرب شلون يعد اللاعب علشان يجهزه للمدرب. هذا الشيء تعلمناه احنا من السابق، شلون هي اللاعب يقدر يقول حق المدرب هذا لياقته 100% تقدر تستخدمه في هذه المباراة او في مباراة اخرى سواء كانت محلية او خارجية. انا اعتقد هو المساعد، الشغل كله عند المساعد. جميل. كابتن داليبور، عملت مع رادان في اكثر من بلد، المدرب رادان في الإمارات، في السعودية، في العراق، أعتقد عملت معه في كذا مكان. أحد الأخوان يقول لي أنك أنت قلت أن اللاعب الكويتي الأمهر
لكن يفتقد إلى الأقلية الاحترافية. Yes, sure, this is the truth. نعم هذا كلام صحيح. لقد عملت في ثلاثة بلدان ولعبت في الإمارات والبحرين والسعودية عملت كمدرب والعراق والإمارات كنت لاعبا وبالبحرين كنت وكنت لو وجدت أفضل الكفاءات الموجودة هي في الكويت في كل تأكيد ولكن لا يوجد احتراف لذلك عندما يذهب ربما بسبب قد يذهبون إلى الكلية لا يأكلون بشكل جيد لا يلعب ويدخن وهذه مشكلة كبيرة. نعم هذا صحيح إنها مشكلة كبيرة من أمام العمل الاحترافي ولكن الموهبة موجودة. نعم هذا صحيح كثير من اللاعبين الموهبين تستطيع أن تراهم حتى في مثل النوادي الكبيرة وحتى في النوادي لا أقصد الصغيرة مثل ولكن تجد دائما في كل فريق اثنان أو ثلاثة من الموهبين في كل الفرق من ناحية لعبه كموهبة وهو أفضل كثير من العراقي وخصوصا القطري إنهم أفضل المواهب حقيقة. لقد عملت مثلا في السعودية بنادي الناصر وهنا لديهم مواهب أفضل بكثير من هناك وحتى في جسديا ولكن من ناحية الاحترافية إن كان هذا التغيير سيكون في الكويت سيحقق نمو رهيب جدا ولكن عليهم أن يبدأوا في التغيير. أحد الإخوان أيضا يسأل أو يطلب من داليبور كلمة للجمهور القدساوي الذي كان داعما أساسيا ورئيسيا لما حققه القدسية هذا الموسم بلقب الدوري. داليبور يصف الجمهور القدساوي بماذا؟ أولا أريد أن أشكركم أريد أن أشكرهم جميعا لقد أعطونا دعما كبيرا جدا وتابعونا في خلال الموسم كله وفي بعض الفترات ربما لم نلعب بعض الأحيان بشكل جيد ولكن بقيوا معنا وكانوا الداعمين الأساسيين فشكرا جزيلا لهم. محمد طاهر درويش يقول نبارك الجهاز الفني والإداري واللاعبين والطبي لنادي القادسية حصولهم على دوري فيفا. سؤالي للمدرب ما رأيك بالمحترف إيفان هل كان في المستوى المطلوب؟ يمكن أنا بجاوب قبل لا يجاوب. لو كان في المستوى المطلوب لا طلبوا ببقائه لكن إيفان هل هو اختيارك؟ إيفان هل هو اختيارك؟ بالنسبة لإيفان الذين في النادي هم الذين طلبوا مني في هذه الحالة أقول نعم صحيح نستطيع أن نقبله وبالنسبة إليه واجه هناك مشاكل كثيرة في أن يلعب على مستوى جيد في النادي والسبب لأن أداؤه لم يكن على القدر الكافي. عبال ما تجهز لي عادل أيضا بما أن تحدثنا عن الجمهور القدساوي ودوره هناك أيضا هذا الديوان ديوان القدساوي الرائع الداعم والمحفز والمحب للقلعة الصفراء دون انتماء لأشخاص دعمهم حبهم لشعار والفنيلة الصفراء فلنا منهم التحية لديوان القدساوي. أجرينا أيضا من خلال أخونا العزيز رياض العبادي هذا التقرير لكن قبل التقرير عادل أحمد يقول أبو طلال اسألنا أبو يوسف الحقان كم بطولة برصيدة من مسك إداري بالفريق وفي منافسة شرسة على لقب الإداري الذهبي محمد البنيان. لا أنا اللي مجهز أنا بناي البناي أنا مجهز لا البناي غزك مو محمد البناي محمد البناي أنا قلت شنو الذهبي الذهبي أنت محمد البنيان ماكل قلبي أبو عبيد البناي أبو خالد حبيبي والسادي يعني من الناس اللي لهم فضل أيضا علي أبو خالد لكن أبو يوسف وما نطاق خشب ولا نطاق شيء من 2000 كلال عشان الهوية اللي عندي من 2006 تمسكت من 2006 6/11/2006 من 6/11/2006 سجل عندك 6 دوري 4 كأس أمير 3 كأس ولي العهد 4 سوبر 1 رديف و4 كأس الاتحاد و1 بطولة آسيوية ننكرك ما شاء الله تبارك الرحمن سجل حافل. قبل أن تذهب للتغرير طبعا في مسج جاني ايه؟ سلام خاص لكم البرنامج وسلام خاص للدكتور الخلوق من استاذنا الكبير ومعلمنا جاسم اشكناني يسلم عليكم والنعم في محمد اتكلمت عن ديوان قدساوي انا اعتقد اللي سووه ديوان قدساوي هذا الموسم
وهم طبعا اعتقد ما خاب ظني يمكن من 2003 وهم قاعد يشتغلون السون ديوان قد سووا، لكن هذا الموسم وقفوا وقفه، وهذا يشكر لهم كاخوان شباب جدا ممتازين في بقياده زياد الشطي واخوانه يمكن اللي يشتغلون معاه، عملوا عمل كبير خصوصا هذه الشيء يمكن احنا شفناها قريبه عندنا في الكويت ان يسوون حمله لجمع تبرعات للاعبين المحترفين عشان القادسية وقف على, على 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 يعني ما يصير في خلل، يكون متوازن ويحافظ على مستواه، وانا اعتقد لهم دور كبير في فوز القادسية بطولة الدوري والقادسية، والجماهير اللي وقفت مع فريقها رغم خروجه من كأس ولي العهد وخروجه من كأس سمو الأمير، هي أبت أن توقف مع الفريق تشجعه، وهذه تحية ألف تحية للجماهير القادسية وديوان قادساوي. طبعا الشكر حق المؤسس اللي هو اخوي احمد الزيد، نعم مو المجلس اللي الحين اللي قبله، نعم. اللي بدايه كله من عسى الله يشافيه ويعافيه يا رب العالمين. مبدر اتمنى له السلامه، مبدر ندعي له بالسلامه، امين يا رب. وهم يعني بدايه هو اللي مؤسس صحيح الديوان مع اخوانه كملوا، اي نعم. فهالمرحله الثانيه اللي هو اخوي زياد الشطي وعيسى عياده بارك الله فيهم، هذول يعني ما قصروا صراحه، رايتهم بيضاء حتى التواجد بالتمرين تكريم اللاعبين، نعم. كلاعب الأسبوع أو لاعب الشهر صحيح ما يقصرون، يعني رايتهم بيضة أمانة. يعني بنشوف هذا التقرير اللي أيضا أخونا رياض العبادي مشكورا راح وزارهم، وهم أيضا يشكرون لاستقبالهم لرياض وأسرة برنامج الديوانية لإجراء هذا التقرير عن هذا الديوان المميز ديوان قدساوي. يا هلا مرحبا فيكم مشاهدي برنامج الديوانية في هذا التقرير الخاص، وإحنا بضيافة الأخوان هني في ديوان قدساوي، طبعا احتفالية ما شاء الله صفرة مثل ما شفتوا، نبديها مع الكابتن العود أو رأس الديوان مثل ما يقولون القدساوي زياد الشطي. الله يعطيك العافية، شاكرين لك استضافتك اليوم، ويمكن ضيوفنا راح يكونون الليلة المدرب داليبور، الجهاز الطبي دكتور عبد الله فريح وبو يوسف الحقان. طبعا دورهم كان واضح، ويمكن يمكن خصوصا الجهاز الاداري والطبي يمكن بعيدا على الاضواء غير عن اللاعبين والمدرب، فشن تحب توجه لهم كلمه خصوصا داليبور يشوفك ويسمعك، يعني تفضلون وجوده بقائه، انت وش رايكم كموسم توك محتفلين بالدوري، لك المايك. اول شيء يعطيك العافيه انت بين اهلك واخوانك والمكان مكانكم، مبارك للجماهير القدساوية حصول القدسية على درء الزعامة نسميه. طبعا من بالنسبة حق تجديد عقد داليبور، احنا سمعنا هو رسمي ماكو شيء، بس سمعنا انهم بيجددوا له موسم ثاني. طبعا هذا يرجع حق اللجنة الفنية والجهاز الإداري، هم مع مجلس الإدارة. احنا كجمهور انا افضل التجديد مع المدرب داليبور، ذلك الاستقرار، يستقرون على الجهاز الفني والجهاز الإداري اللي اشتغل هذا الموسم أبلى بلاء حسن، ولله الحمد طبعا بتكاتف الجمهور القدساوي أجمع، وقف خلف نادية، وقف خلف فريقه، ساندهم، كان على قولتهم كان الرقم واحد. انزين بالأخير هو عمل متكامل، اليوم إذا نقص يعني ضاعت حلقة من الحلقات هذه شيء طبيعي راح يكون فيه خلل. هذا الموسم من أسوأ مواسم القادسية، موسم ضعيف جدا، موسم رغم الأرقام المحققة، يعني أنت قاعد تكلم عن نادي القادسية، فلما تجيب لي بطولة واحدة وتطلع كل البطولات لا تقول لي أنا سويت إنجاز. نادي القادسية بطولتين ثلاث تكلم، تجيب لي بطولة واحدة وتتكلم لا اسمح لي، هذا موسم ما هو جيد. بس اللي قلت لك اللي يشفع لنا شنو؟ ان تعدينا العربي بالدوري، وهذا شيء تاريخي، يعني هذا الشيء الوحيد اللي يشفع لهم بالمضى. واحنا نقول حق مدربنا، يمكن انت نادي القادسية جديد عليك، لا تحسب ان انت اللي سويته انجاز، ترى انت اللي سويته شيء عادي جدا، واحنا نتامل منك اكثر الموسم الجاي، لان احنا عادرينك الموسم هذا ظروف منتهيه، الاداره مو زينه، الفريق ما النادي ما في فلوس، وغيره 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 من اللي صار، الملعب ما عندك، فاحنا عادرينك الموسم، بس لا تتوقع ان انت سويت انجاز، انت سويت شيء يشفع لك ان نجدد لك الموسم الجاي، لكن الموسم الجاي لا، نبي منك ثلاثيه، نبي منك اكثر، فانت شد حيلك. هذا نادي القادسيه، قلت لك صدقني بطوله واحده احنا شيء مو مقنع، لكن قلت لك رقم 17 هذا غالي علينا، كوننا بدر مطوع وطفنا العربي فيه،
واحنا كنا نشوف يعني قبل كنا نقول احنا 8 دوري هم 16 متى نوصل 17 يعني كان حلم يعني بالنسبه لنا خصوصا بعمر يعني. لكن اليوم الحلم انا شفته على الواقع فيشفع لهم كل اللي صار فمبارك حق نادي القادسيه. اعضاء ديوان قدساوي اشادوا بالدور الكبير للجهاز الاداري فيما كان لعبد الله الحقان بيوسف الثناء الابرز. اليوم صراحه عبد الله الحقان بيوسف انا كنت واحد من الجمهور لما كنا نشوفه ايجاب اللاعبين وكذي. هالموسم نزلت انا وياهم عن طريق الديوان بالتكريم ما تكريم قربنا وايد من عبد الله الحقان بيوسف. صراحة اليوم مو إداري هو أخوهم العود، هو شخص ما يوجه لأجل التوجيه، هو ينصح، كان أب روحي بالإضافة طبعاً حق محمد بنيان وشاكر شطي ما نبخس بحقهم، هذول صراحة رجال بمعنى الكلمة، يعني إذا 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 تبتاخذ الدوري الفضل حق رب العالمين ثم هالأشخاص هذول صراحة. عبد الله الحقان شعلة بالنادي، ريال ما همك يعني ما هم أضواء ما هم شيء، هم هالشعار هم اللاعبين هذولا. وكذلك الدكتور عبد الله الفريح كان أحد أسباب نجاح وتألق الفريق هذا الموسم من خلال دوره الفاعل في تأهيل اللاعبين. بالنسبة حق الدكتور عبد الله الفريح يعني ما شاء الله عليه يعني جندي مجهول جندي خفي يعمل بإخلاص يعمل باجتهاد يعمل بحب في نادي القادسية. يعني في أول موسم حاشتنا ظروف يمكن لو تحوش أي نادي ثاني يحوش الدروب قوي، إصابة 10 لاعبين هذا يعني شيء قوي، لما نادي يحوش إصابات في 10 لاعبين يعني نص اللاعبين عندك مصابين. لكن يعني فضل الدكتور عبد الله الفرح أهل لاعبيننا دشوا التمرينات لعبوا في لعبات مهمة، كنا في حاجة حق بعض اللاعبين أهلهم ودخلهم تمرينات ولعبوا معانا، فأقول له قواك الله يا دكتور يعطيك العافية، ونتمنى استمرار الجهاز الفني وإدارة كامل من بنيان الحقان عبد الله الفريح المدرب، اتمنى استمرار الجميع ويعطيكم الف عافيه وقلت لك على الزعامه وعلى الدوري 17 على اغلى درع على قلب كل قدساوي يعطيكم الف عافيه. يستاهلون القدساويه اللقب 17 والزعامه رسميا، وما هي الا ايام ونرى اللقب بيد نجوم الاصفر. رياض العبادي لبرنامج الديوانيه. مشكور لأخوي رياض ومشكور لإخواننا وحبائنا في ديوان قدساوي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وإخراجهم لهذا التقرير بهذه الصورة. مشكور الإخوان في ديوان قدساوي. نرجع معكم مع هذه الحلقة مع الكباتن اللي مشرفينا ومنورينا عادل مسوي، ريت مخرجنا تعطيني هذه الصورة. اليوم في صورة التقطت أيضا لدالي بور رغم أنه حسم لقب الدوري إلا أنه كان متواجد أيضا في مباراة العربي والشباب. البعض يتساءل لماذا دالي بور كان متواجد في مباراة العربي والشباب. نعم لقد شاهدت تلك المباراة الهامة وكان يوم فراغ عندي لذلك ذهبت وحضرتها. البعض فسر مروان تقول له فسر وجوده لأنه يريد يتابع اللاعب محمد زنيفر عن قرب. Sorry. Mohamed Znaifer, you know, a small player who was playing in Shabab. Which His name is Mohamed Znaifer. He's playing on the right side. And he was Qadsiya before. I know this left leg. Yes. Yes, this is good player. نعم هذا صحيح أنه لاعب جيد ولكن لم أكن هناك بهذا السبب. لم تكن بهذا الصدد. أتمنى هذه تكون الإجابة كانت واضحة بالنسبة للناس اللي يسألوا. أكثر من شخص قاعد يقولون مطالبين بتواجد داليبور الموسم القادم. أكثر من شخص يسألون أو يطالبون بوجود سيدوبا، لكن عبد الله الحقان وضح فيما يخص سيدوبا. تملكون الرأي أبو يوسف ولا فقط أمركم محسوم في عملية أني أنا أكتب توصية؟ التوصية أنا دورنا كجهاز إداري نرفع توصية، يبقى مجلس الإدارة هو اللي صاحب القرار على حسب الإمكانيات المادية اللي عنده. بعدين المدرب نحقق بطولة يعني صح. الاستقرار مهم صحيح، هذا هو مؤيد استقرار بالفريق من جهاز فني جهاز إداري لاعبين محترفين لازم يكون موجود. وبعدين انا يعني جاي معاه بالطريق قلت له انت الحين عرفت يعني اللاعبين واللاعبين يعرفوك، عارف الدوري الكويتي، عارف الامور كلها يعني. وقال لي شيء مهم، قال لي ترى مو كل شيء بالفلوس، يعني انا مريت بظروف ترى حتى انا هو حاجته الظروف اللي حاجه المحترفين، ولكن صبر
ولا يوم قاب عن التمرين، متواجد وقاعد يؤدي عمل على قدم وساق. قاعد يقول لي مو كل شيء الفلوس، ماكو احد ما يبي الفلوس، ولكن في امور ممكن انك تتنازل عنها في مقابل انك تحقق شيء. وهذا يعني انا موجود بالفريق، وهو مدرب الحراس مره بالظروف اللي مروا فيها المحترفين. شنو ابو خالد؟ لا هو طبعا السؤال اسال لك ابو يوسف من خلال التقرير اللي حطيته في ديوان قدساوي، والسؤال جميل. قال عيسى عياده ان الموسم هذا عذرناكم، والموسم الجاي ما راح نعذركم، وانا اتفق معاه، لان النادي القادسية يمتلك كوكبه من اللاعبين نجوم في ارضيه الملعب، عندهم الخبره، عندهم الامكانيات الفنيه والامكانيات المهاريه، وبالتالي مطالب فريق القادسية ان يحقق على الاقل، على الاقل بدون مبالغه، ببطولتين، على الاقل بطولتين في ظل هذه الامكانيات الفنيه او اللاعبين المتواجدين. واعتقد كل فريق لم يحقق بطوله يجب ان يكون عنده دكه احتياط بنفس المستوى الفريق الاساسي اللي داخل ارضيه الملعب. فهذا يمكن سؤال مهم يا ابو يوسف. اوكي بتعرف انا بسال سؤال، احنا طلعنا من ولي العهد من منو؟ كاظم. اوكي، وطلعنا من كاس الامير من منو؟ الكويت. لا لا احنا ما نقلل من شيء، لا انا قصدي من المنافس منطقي يقول لك انا عندي امتلك الامكانيات الفنيه، وهذه ممكن سؤال يوجه للمدرب، عندي امكانيات هذه قاعد تفوزني في كل مباريات في بطولة الدوري، اذا شنو اللي يمنعني انا ما حصل على بطولة الكاس؟ خصوصا مرينا يمكن المدرب، انا اعتقد من وجهة نظري ما تعامل مع المباراتين هذه بشكل يعني انا اقول في بعض الاوقات المدرب يمكن قراءته تكون خاطئه. نعم. بعض المباريات مباراة كؤوس تختلف عن مباراة الدوري، يعني احنا كنا متقدمين على فريق نادي كارما بالضبط لاخر دقيقه. نعم. بس هم يبقى خبره لاعبين. اوكي المدرب غلط برا الملعب، انت في كابتن كابتنين داخل الملعب، وانا اقول لك هذه مسؤوليه بالضبط. على لاعبين هذا القصه، يعني انت تتكلم عن اقل لاعب 30 35 مباراه دوليه. صحيح. يعني في خبره، انا اعرف شلون اموت اللعب، شلون اضيع الوقت حتى لو انطرد. صحيح. بس اني المدرب ممكن اخطا قراءته، سحب انا خليني اوجه غير غلط اوجه حق داليبور. يعني داليبور يعني اعتقد الترجمه كانت بالنسبه لك واضحه النقاش عن هذا الامر، وايضا هناك اسئله عديده. الجمهور القدساوي المحبين دائما يطمحون للافضل لمنصات التتويج. اذا كنت تملك هؤلاء النجوم وحققت معهم لقب الدوري، لماذا القدسيه لم يصعد الى منصه التتويج سواء في كاس الامير او كاس ولي العهد؟ اين كان القصور؟ في هذه المباراة لم نلعب بنفس المستوى الذي لعبناه من قبل وخسرنا. أحيانا هذه الأمور تحدث. نعم كنا تعساء جدا بسبب هذه النتيجة، ولكن هذا ما حدث. جميل، هذا فيما يخص عدم وصوله إلى منصات التتويج. عبدالله إبراهيم يسأل لداليبور، هل القادسية محتاج لباك يسار محلي ورأي باللاعب علي مقصيد؟ وكان يشير إلى أمر آخر. بداية هل هو محتاج إلى باك يسار محلي؟ علي مقصيد. بداية هذا السؤال مروان، هل هو محتاج إلى باك يسار محلي؟ نعم أعتقد إذا كان القطان جاهزا جسديا وبصحة جيدة، لأنه تقريبا غاب عن معظم الموسم في الألعاب الثلاثة الأخيرة، عمليا لم يكن متواجدا وكان هو السبب فيها، ولا أدري عن هذا الموسم. الشق الآخر من السؤال، علي مقصيد يبدو أن لديه بعض الإشكاليات، يبدو أن لديه بعض الإشكاليات مع فريقه، هل تطمح لضم علي مقصيد في القادسية؟ علي مقصيد I only saw in the middle. I don't see. رأيته كلاعب وسط فقط، ليس كدعم يساري. إنه لاعب في العربي، أليس كذلك؟ نعم، لقد رأيته في الوسط. لم أرى من قبل، لذلك لا أعرف كثيرا إن يصلح كدعم. No, as a player, do you want, did you, you like, do you like for left back? I no, never for, see for him. No, for the midfield. هو ما شافه. هو دوك ما شافه باك يسار. باك يسار. شافه يلعب في وسط. بس الدكتور يسأله بشكل عام. يتمنى علي مقصيد في القادسية. Oh, he's good player. نعم إنه لاعب جيد. نعم إنه لاعب بالتأكيد إنه لاعب. وأيضا لدينا لاعبون جيدون أيضا بنفس المستوى. ولكن لعبه جيد. أكيد. في ذات سياق الناس تسأل إن ليش لو يفكر داليبور
بجلب لاعبين محليين. القادسية مصنع للاعبين المحليين على مستوى المراحل السنية أو حتى الأسماء المستقطبة، يعني حمد أمان، محمد الفهد، عزيز المشعان، أكثر من لاعب، أكثر من خيار. فهل إيفان أو عفوا داليبور يفكر بجلب لاعبين محليين وهو يملك هذه القاعدة العريضة من اللاعبين المحليين في نادي القادسية؟ Yes, first we must see. نعم أكيد. Our players who will sure stay. نعم، لأنه بدون هؤلاء اللاعب من سيبقى حتما. ولكن أيضا ليس من الجيد أن يكون لدينا 3-4 لاعبين بنفس الموقع، لأن بعضهم ربما قد لا يقومون بالدور الصحيح، ومن بعد ذلك قد لا يأتي بنتائج جيدة. لذا ليس من الجيد أن يكون عندي 3-4 بنفس الموقع. على مستوى حراسة المرمى تمتلك أيضا حراس مرمى من الطراز الرفيع، انت حدثنا عن نواف القالدي، انت حدثنا أيضا عن أحمد الفضلي، ولا يهون كابتن صديق عبد الله الحقان دائما في الصور، الحارس الثالث مبارك الحربي وعلي جواد. هل في بال داليبور حارس آخر؟ No. لا No, we have four now. عندنا أربعة. We have No. If they stay, everybody. I don't know. لا أعلم إن كانوا سيكون عندنا نواف والفضلي وجواد ومبارك عبد الرحمن وعبد الرحمن. إذا خمسة أصبحوا رقم كبير. طلال، الفريق القادسية اللي يحتاجه الآن هو اللي يمكن تكلمنا عنه في بداية الحلقة، لاعب رأس الحربة. ليش؟ بمعنى بعد ما يمكن احترف عمر السومة يعني صار هناك فجوة في هذا المكان، أنت تحتاج لاعب داخل خط 18. احنا قاعدين نشوف في كثير من المباريات هذا اللي يحتاجه الفريق، اما في خط الوسط في خط الدفاع عنده وفرة وهذا شيء مهم. التنافس الشريف وانا اعتقد المدرب هذا الموسم قال لهم انا انتي عندي يمكن 24 لاعب، لكن الافضليه للي جاهز، الافضليه اللي يعطيني واللي يخلص داخل الملعب، وهذا ما يمكن حصل في هذا الموسم. وشفنا اللاعبين حتى ما في تذمر ولا في مشاكل، كل مقتنع لان القادسيه مطالب بتحقيق بطوله في اداء في رجولي. وانا اللي عجبني هذا الموسم بعد اعطاء الثقه لاحمد الضفيري اللي كان احد اسباب فوز الفريق القادسيه ب 11 مباراه في القسم الثاني، كان جدا روعه، لاعب مميز، انيق في وسط الملعب، مقاتل، عنده حس تهديفي. طبعا القادسيه انت لا تنسى يمكن فقد المركز اللي هو الصانع لعب اللي كان يمتلكه سيف الحشام بعد احترافه، ترك فجوه صحيح. وطلع من عندك اللاعب عمر السومه الهداف اللي دائما هو يترجم هذه الكرات، لكن احمد الضفيري انا اعتقد قام بدور جبار، عنده النزعه الدفاعيه والنزعه الهجوميه. سعود طلال ابوك سام سام دكتور يعني بورو قال كلام وايد مهم، قال مشكلتي ان عندي 3-4 لاعبين ممتازين في مكان واحد، اذا اخترت واحد ازعلوا الاثنين الباجين. شفت اللي تقوله دكتور، احد الاخوان يقول لي اسال عن سعود الانصاري ظهير أيسر مميز، ليش داليبور ما يعتمد عليه حتى إذا غاب خالد القحطاني؟ هذا أيضا يرد على نفس الجواب إنه عنده وفر. هذه المشكلة إن الناس ما تدري، يعني إحنا هو يقولوا مشكلتي إن عندي لاعبين زينين وايد، وإذا اخترت واحد يزعلون. فيصل سعيد. فيصل سعيد. عندك سعود الأنصاري، محمد راشد أيضا هم في بعد لاعب صغير لعبناه إحنا بالرديف إذا ماني غلطان اسمه محمد العيدان. ايه نو كابتن العيدان لفت باك سمول ليف باك، هذا يعني محمد القبندي باك يمين، هذا يعني خامات طيبه. اي نعم سالم البريتشي، انا قلت لك من قبل كم حلقه اذكر الاسم، اذكر هذا الاسم محمد القحطاني هو سالم لاعب منتخب بعد هو. ايه وعندك تحت 17 فيصل الشيخ ولد مدرب نادي الجهره محمد، اي ما شاء الله تبارك الرحمن مشروع هداف ان شاء الله تبارك الرحمن عسى الله يحفظه ان شاء الله تمم عليه امين. يعني المستقبل ان شاء الله الحمد لله الامور طيبه. دكتور انا سالت الكابتن عن حراس المرمى وهي اسئله الجمهور العزيز اللي ايضا لنا حق في اسئلته، لكن في ظل حراسه المرمى مرت موقف صعب يمكن دكتور، وخلني اثني ايضا على دورك ليس فقط الطبي ايضا الاعلامي، ولا يهون أخونا فاروق العوض اللي أيضا كان يباشرنا أول بأول سواء في إصابة نواف القالدي عسى الله يعافيه ويشافيه من شر الإصابات، وأيضا الكابتن أحمد الفضلي عسى ربي يعافيه ويشافيه من شر الإصابات. تفاعلك معنا إحنا كوسائل إعلام أو حتى مع الإخوان في مواقع التواصل التصوير في المستشفى في الملعب صحيح. سيارة الإسعاف أول بأول تعطينا وتطمن الجمهور، كلمنا عن هذا الجانب الجديد الجانب الإعلامي الاطمئناني. السوشيال ميديا تغير، الوضع تغير مو مثل الأول،
يعني أول الحين أي لحظة تصير في الملعب كل العالم عندها خبر عنه. صح. عرفت شلون؟ فأنت إذا ما تكون يعني متواصل معاهم حتى بدونك راح يوصلونه. فبالتالي يعني الأفضل أن تي الكلام إيه الكلام من الـ من الـ على قولتهم المصدر. المصدر المباشر. فكنا نتابع حالة نواف وحالة أحمد الفضلي لحظة بلحظة حتى في المستشفى في مبارك حتى في الفحص اللي سويناه والفحص اللي قلناه والحمد لله كل اللي قلناه طلع مثل ما فحصنا أول مرة وقلنا الحمد لله أن هذا طيب ما في الأمور طيبة. أيضا جت النتائج مثل ما توقعنا وحتى التقرير الطبي نفس الشيء قال إنه ممتاز وما في له. أعتقد الدكتور كل هذه النتائج كانت إيجابية حتى لأهل المصاب. إيه طبعا. صح. أنت تطمنهم. صح. مشاهد. أنا كنت قاعد طيب. يعني حتى والدة نواف كنت أروح لها. حتى بالطباخ ترى في أمور تقدمت يعني. بالطباخ. إيه. شنو بالطباخ؟ إياه. هذا المضغوط. إيه. معدس ومشخول. موش. وموش. موش. صحي دكتور هذا حق اللاعبين. يا. من حق اللاعبين. لا. عقل الداريين ما تشوفوا ما شاء الله ما شاء الله هذا ضحايا الدكتور طاجكستان طاجكستان هذا حد ضحاياك الدكتور أنا وياه نطلع برا دكاكين طبعا الله بالخير ندورنا دقوس اي والله زين وبالليل يحط هذا الطماط والبصل خالصين المضغوط ورا سوينا مرتين ورا بعض اي والله راشد بديح ما خلانا شيء بسالم ما شاء الله اي تبارك الرحمن بس ما يبين ومحسن غانم معه البلاش والله كيف كتير بسالم محسن غانم معه بعد اي انا والدكتور يخش لنا يشيل لنا من راس مرفوع إيه. انا ويان جاب الصوب الثاني هذا لك هذاك ما ينصاد ولا صح ان شاء الله من اللاعب اللي يشاغبك بالعلاج شوف قول له يا كابتن عندي لاعبين اثنين اي اكره ما علي ادخل الملعب علشان واحد قديم بصراحة لا قولهم واحد قديم صار مدرب اي لا 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 لا, لا. اول واحد ضاري سعيد نوجه له تحية ضاري لان ضاري يعني اجريسيف يعني متحمس حيل يعني ضاري لحظة خلي لا 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 خلاص قوم يلا قوم ما يخليك تجيسه ما يخليك تلمسه الثاني ساعد ندى لاك انسى قتالي لا لا انسى عنده مره داس عليه لاعب داس عليه دوسه قويه على صبعه مو قادر يقوم صبع رينه يلا يلا عاد قلت له فيك الجوتي لا لا ما لي فيك الجوتي شو بعالجك عيال جاكو خلاص ما لي معالج قلت روح هذه الروح اللي يملكونها الروح القتاليه بالضبط روح غيرتهم على على بس انا من يسوي فيك مقالب وانت داش لتعالجه بعد في مقالب وانت بتروح تعالج محمد ابراهيم مسي عليه بنواف بنواف هذا عاد بديش تعالج يننا والله لا قرون في حركات تسويها بس ما قال لي نعثر بس انا ريحته بس انا اعرف لاعب حتى لو يصاب يقول لك ما يبي شيء هو يعالج نفسه بنفسه ما يد لحد شوف عندي عندي اثنين انا مساعه قاعد اقول عندي مؤيد يعني بس يعرف اصابته وما يحتاج خلاص وهو يباشر نفسه يباشر نفسه وطبعا راح يكون معي على اتصال فيصل الدخيل مؤيد نفس الشيء يسخنون قبل الفريق ويسخنون مع الفريق علشان كذي تلاقي يعني مؤيد وفيصل اصاباتهم جدا قليله لانهم وايد مهتمين بنفسهم وايد يعني وايد وايد يهتمون بنفسهم يعني مو مثل لاعبين اكو لاعبين ينحاشون من التسخين يعني حمد الصالح واحد من اللاعبين ذبحه ولا تقول له سخن وسوي استرتشات داخل الملعب لو يحصلك عاد ربع ساعه بعدين يدش ما عنده مشكله داليبور ارجعك الى المواضيع خالد يسال بدايه يبارك لكم حسم الدوري سؤالي داليبور من وين اكتسبت خبرته التدريبيه من اين اكتسب خبرته التدريبيه وشنو مشاركة صالح الشيخ بمباريات حاسمة هالموسم؟ وين يشوف نفسه؟ How I see صالح الشيخ؟ Yes. You know the صالح الشيخ didn't miss one training. تعرف إن صالح الشيخ لم يغيب عن لعبة واحدة. إنه اللاعب الوحيد الذي قام بكل التدريبات 100%. وأعتقد 90% يتوافق مع اللاعب الممتاز بشكل جيد. إنه يعمل كمحترف. أنت داليبور أيضا الجزء الآخر من السؤال أين اكتسبت هذه الخبرة التدريبية؟ عادة عملنا كان جيد وخصوصا عندما أن جلبنا أليكس من الفريق الوطني في يناير
واعتقد انه ابلغ بلان حسن وكان قام بعمل جيد لمده 3-4 اشهر. ولكن ان نتكلم مع بدايه الديوانيه تكلمنا انه لدينا مشاكل كثيره مع بدايه هذا الموسم لانه يوجد كثير من اللاعبين الذين غابوا لاسباب لا نعلمها ربما. ولكن مع بدايه السنه الجديده مع يناير بدا العمل بشكل صحيح تماما. سالت قبل شوي الدكتور عن اللاعب اللي ممكن يكون ليس غير متعاون لكن المتعب بالنسبة له. البعض يراك أنك أنت مدرب ذو شخصية هادئة حتى وأنت واقف تتابع المباراة من على الخط، لكن من اللاعب الذي يثير أعصابك وأنت تتابعه من لاعبينك؟ Who provoke me? Many of them. كثير كثير منهم. Many of them. كثير منهم. اسمين ثلاثة. Give us two or. Yes, I will not speak about. لن أتكلم، لن أذكر أسماء. But many of them. ولكن الكثير منهم. ولكن عندما تعمل مع مجموعة من اللاعبين من 30 أو 35 يجب أن يأتي إلى التدريب وتفكر بكل ما يمكن أن يحدث. لذلك يجب أن يكون تركيزك كبير جدا وأن لا يحدث أي تضاد ما بين اللاعبين أو خلاف. وأعتقد بالنتيجة لم يحدث هناك أي مشكلة وأسباب كثيرة. سؤال مهم جدا. شنو هذا بس اللاعبين شنو يحبون بالتمرين؟ سهلة. What the players like? What player like? During the training, what they like? They like مربع تقسيمة. مربع تقسيمة. مربع تقسيمة. في دقيقة. جايك بس أبو خالد. يعني من خلال اطلاعنا ايضا للمسابقات الاوروبيه نسمع ان علاقه اللاعبين مع المدرب في غرفه التبديل كثير ما نسمعها، ان الفريق المنجز الفريق المعطي او اللي ممكن يعطي لجمهوره لمحبينه، قيس هذا الامر ماذا يحدث داخل غرفه التبديل. انت كيف تصف لنا غرفه التبديل فريق القادسيه اثناء المباراه؟ He's talking about the your situation inside the changing room. Yes. Remember, you go inside. Yes. Because he said that in Europe, the relation between the coach and the player inside this room, it reflect on the game. So, what do you think about your situation with the players inside the? Yes, in Europe. في أوروبا. I think now in all the world, Mr. أعتقد في العالم كله وأنت تعلمون هذا. تم تجري الأمور من قبل كذا. عندما كنت أنا لاعبا كان المدرب هو الملك وأيضا أيامكم أيضا. ولكن هذه الأمور قد تغيرت الآن وحتى في أوروبا. أحد مثلا الكفاءات هي في أثناء غرفة التدريب نرى اللاعبون قد تغيروا تماما. وعليهم أن يكون هناك أن يعرفوا هناك على عند مستوى معين يعرفوا. لذلك عليك أن تكون ذكيا جدا أن تحدد. لا تريد أن تختلف معهم لأسباب صغيرة جدا. لذا هناك أمور أخيرة يجب أن نعتني فيها. في أوروبا اللاعبون محترفون جدا عمليا، يأتون إلى التدريب ليقوم بعمله ليس مثل هنا مثلا. عندما تكون محترفا يجب أن يكون عندك الشعور هناك أحيانا مثلا أن تكون قويا في وحتى على مستوى نفسي أن تقوم في عملية التدريب في هذه الأيام. عمليا الأمور تغيرت كثيرا هذه الأيام. في كلمتين تصف لي بدر المطوع. هايو everybody know what is better. الكل يعرف بدر المطوع. بدر المطوع انه نجم كبير، لاعب كبير وله شخصيه قويه. واعتقد في هذا الموسم اصبحنا على علاقه جيده جدا معه. واعتقد انه سيحقق لقد حقق نتائج كبيره جدا. ولكن لم ارى مثل ما كما اشخاص اخرون كما حقق هو من اهداف. عبد الوهاب ماني سأل سؤالك، انا بسال سؤالي. راكيتيتش او مودريتش؟ مودريتش فور مي. مودريتش بالنسبه لي. مودريتش فيري جود تشويس. يو ار ملكي فعلي، ملكي صحيحي. سؤالك لو باقي دقيقتين. لا سؤالي انا الحقيقه قبل هي المباراه العربي والقادسيه. قبلها باسبوع انا كنت متواصل مع الاخ ابو عبد الله مدير الفريق، وانا يمكن قلت له ترى مباراه هذه مهمه، فقال لي انا مرتاح من هالمباراه لان المدرب صار له
يعني تقريبا 4 أيام قاعد يطبق على اللاعبين نظري وعملي، وهذا جانب مهم في التدريب وفي كرة القدم. وأنا أعتقد لو تقدم له السؤال هذه يمكن ما مرت على أغلب لاعبيننا في الأندية، أن يكون العمل نظري وشرح داخل غرفة اللاعبين ويصير العملي داخل أرضية الملعب. واصل الفكرة لداليبور؟ قوله بشكل سريع. Mr. Mayed is speaking about that situation of Qatsiya al-Arabi. Mm-hmm. He was watching that you are doing something very professional and not happened before. You are giving the players the technique by writing and inside the field. You want you first all you play for them what you want, then you take them inside out in the field and do sure, it practically. Sure, every time we work like this. For you, yes. طبعا دائما نعمل هكذا. This is abnormal for us to see a coach who's doing like this. Yes, yes. Every time we do it like. نعم هذا ما نفعله دائما. Because you was player, you know. If you want to speak player about. إن أردت أن تخاطب أي لاعب وتوضح له أي وضعية معينة بالبداية يجب أن تفهمه إياها ومن ثم. لذلك إن لم يقم بهذا أثناء التدريب بشكل جيد فكيف يقوم أثناء اللعب الحقيقي؟ أنا في الدقائق الأخيرة قبل أشكر. وقبل لا أترك لكم مجال تقولون كلمتكم الأخيرة، داليبور قبل الشكر ماذا تعد الجمهور القدساوي اللي الآن هو سعيد فيك وسعيد بفريق القادسية، ماذا تعد أو ماذا تقول للجمهور القدساوي؟ بأنني سأحاول أن أكون أفضل بكثير بالموسم القادم إن شاء الله. ميسي أو كريستيانو رونالدو؟ ميسي. No good. Thank you, Dalibor. أنا سعيد اليوم بوجودك معنا في برنامج الديوانية. شكرا لرحابة صدرك وتقبل أسئلتي وأسئلة الكباتن وأسئلة أيضا الإخوان المشاهدين. شكرا لك. نلتقي إن شاء الله في إنجازات أخرى بإذن الله تعالى. Thank you very much. شكرا لكم جزيلا للاستدعاء ولتواجدكم، وشكرا لكل هؤلاء الأشخاص الذين اجتمعوا معي هذا اليوم. شكرا داليبور. دكتور عبد الله فريح، أنا اليوم سعيد وفخور بوجود هذا الشخص الرائع والراقي والحبيب دكتور عبد الله فريح. سعيد بوجودك اليوم معنا، أضفت لنا أشياء كثير بوجودك المحبب. الله يسلمك. الله يسلمك طلال، أشكرك أولا على دعوتكم لي، وهذا شرف لي حبيبي أن أتواجد هني معاكم. و أنا بفضل الحمد لله والشكر لله أني عاصرت القادسية من قبل من أيام مؤيد من أيام سنة الطفح. الله يعطيك الصحة والعافية دكتور. طفت العمر الحمد لله. بس الحين يعني الحقيقة يعني تغير الأجواء، تغيرت عن أول. الله يعطيك الصحة. الله يطول عمرك، يعطيك الصحة والعافية دكتور. جهودك تذكر وتشكر بلا شك. مشكور كابتن مؤيد الحداد. أنا حقيقة كلمة لمخرجنا بس أقول لك كل عام وأنت بخير. يعني صار له يوم عيد ميلاده، وصل إلى 30 سنة، عسى الله يعطيه طولة العمر. والحقيقة لك دعوة موجهة من ديوان عبد الرحمن الشراح أبو فهد يوم الخميس الإعلاميين هذا المنتقى وهذا الديوان الراقي اللي يجمع جميع أطياف المجتمع الكويتي في جميع الأندية. فنوجه لك الدعوة. يستاهل والله، إلى بالعكس تشرف وقواه الله أبو فهد على الدعوة الكريمة وهذا الجمع الطيب والرائع لإخواننا الإعلاميين وإخواننا الرياضيين. أبو يوسف الحقا، شنو هذه؟ هدية بسيطة مني حق أخوي عادل المسوي المخرج. انت عزبت تقلبهم كلهم. ولد الشعب استاهل يا ابو عدول. هذا عاد، هذا اللي كنا على قصور. قواك الله ابو يوسف، وهديتك ان شاء الله مقبوله وموصوله ان شاء الله لمخرجنا عادل المسوي. الشكر لكل من تابعنا، الشكر لكل من تواجد معنا. اسف اللي ما قرأ تغريداته. يا رب حلقتنا اليوم نالت على رضاكم واستحسانكم. خذينا الجانب الاخر سواء من الجانب الفني، الجانب الطبي، الجهاز الاداري. بنقوم بعد شوي نقص الكيكه. لكن بعد ما اشكر حضورنا ومشاهدينا، وإذا الله سهل وعطانا عمر وياكم إن شاء الله باشر في برنامج الديوانية، مع الشكر للمركز الإعلامي في نادي القادسية الرياضي من رئيس الشيخ فهد الأحمد وأخونا أحمد رمضان، وأيضا الشكر لموقع واكانت هايدو وأخوي صلاح المطيري. قواكم الله على التكريم. تم قول والله تم. الأسبوع الجاي بالحلقة في الملعب إذا الله سهل. حمد دحاني يسمعنا وإن شاء الله نرتبها بإذن الله. نرتبه بإذن الله. جزاك الله خير حبيب قلبي يا بوس. دلل انت بس. انت شوفكم باكر في برنامج الديوانية. تصبحون على خير.